فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المشكلة الآن، التجويد هذا ذبحوه الناس ذبح. التجويد يعتنون بالألفاظ ويضيعون المعاني ويضيعون العمل، ويصير جهلهم بالتجويد، مخارج الحروف والغنة والإدغام والقلقلة وما أدري وإيش. نعم. فصل. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج: مخارج الحروف، الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ويسر القرآن ورتل القرآن ترتيلا، يعني مترسلا في قراءته، لا تهذ القرآن هذا ولا تمططه وتمدده تمطيطا، بل توسط، رتل القرآن ترتيلا. فغلوا في أحكام التجويد، وصار ما لهم هم إلا أحكام التجويد. تسألوا عن المعنى يقول ما أدري، تسألوا عن التجويد ما شاء الله عنده علم بالتجويد، لكن تسألوا عن المعنى ما يعرف. هكذا. نعم. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: نعم، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله هذا من أئمة الحنابلة، ومن أئمة التفسير، ومن أئمة التاريخ، ومن أئمة الحديث. نعم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على بعض المصلين. كتاب ابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس يعني لبس على القراء، لبس على العلماء، لبس على النحاة، لبس، ما خلى أحد ما لبس عليه. نعم.